قليل بني آدم قليل السوق ده، زي يأكل من البسكويت بتاعي بدون إذن. بجد قليل الذوق. طب اعمل ايه انا دلوقتي معاه؟ اخبط علبه البسكويت في راسه وامشي ولا اعمل ايه؟ استاذ عادل حجازي فندم، بندعو على حضرتك. حاضر. سي راجل بارد بصحيح. ايه ده؟ يا دي كسوف، انا عملت ايه؟ اكلت بسكويت الراجل؟ لو سمحت، هو الاستاذ اللي كان هنا من شويه اللي هو طويل كده وبدقنه وشعره كيرلي كده، هو راح فين؟ أني أستاذ؟ كان معاه مجلة زي دي. أستاذ عادل حجازي. ده طلع قطه يا فندم. طب ممكن تكلمه لي لو سمحت؟ حاضر. ألو مستر عادل؟ في أنسة هنا. جيهان. في أنسة جيهان هنا عايزة تكلم حضرتك. مين جيهان؟ طب اديها لي اكلمها. معاك يا فندم. الو، اهلا وسهلا يا فندم. انت بتاعت البسكوت، عجبك البسكوت؟ طب الهنا والشفا. لا لا يا فندم، حصل خير. ماشي. بقول لك ايه، انا عايز تعويض عن نص علبه البسكوت بقى. تسمحي لي اعزمك على عشاء حلو النهارده؟ نعم، نتعشى سوا؟ لا على فكره انت فهمتني غلط خالص، انا لا بخرج ولا بتعشى مع حد ما اعرفوش، انا بس متصله علشان اعتذر واوضح الموقف، واذا كان على ثمن علبه البسكوت انا ممكن ابعته لك. سلام. مفيش مكان فاضي لو سمحت. أنا آسف والله مفيش مكان فاضي. طب أنا أعمل إيه؟ عايزة أتعشى. حضرتك في مكان ورا فاضي عند الأستاذ فاضي. لا، شوف لي ترابيزة تانية غير دي لو سمحت. أنا بعتذر لحضرتك. طب خمس ثواني بس بعد إذنك. بعد إذنك الأستاذ خلص عشاء تقدر حضرتك تفضل. طيب ميرسي، أنا متشكرة لذوقك. مساء الخير. أهلا وسهلا فندم، اتفضلي. معلش بعتذر لو أزعجتك، هو الويتر قال لي إنك خلصت العشاء. لا أنا فعلا خلصت العشاء، بس كنت مستني الحلو، والحلو وصل. يعني أنا بسمع خبراء التغذية بيقولوا إنه المفروض ناكل الفاكهة قبل الأكل، يعني مش عارفة. ماشي. هي إيه يعني؟ ما يعني دي مش بروبلم يعني. أصل الحلو حلو وبيجي في أي وقت.
حضرتك هربتي مني النهارده، انا عزمتك على عشان ترفضتي. شوف القدر بقى، جمعنا على نفس الترابيزه في نفس اليوم. القدر ده انت قديم قوي. انا فعلا قديم شويه. شوف افلام قديمه بقى، ابيض واسود واغاني قديمه كده و... بس ده حلو برضه ولا ايه؟ طبعا حلو قوي، مود يعني. هو انت اسمك ايه؟ عادل حجازي، ماركتنج في شركه عقارات كده يعني. وحضرتك؟ انا جيهان فؤاد، وبشتغل مضيف الطيران بس حاليا في اجازه. حلو في الطيران. انا بحب السفر قوي فعلا. بس عندي فوبيا بقى، بخاف. ليه كده؟ ما اعرفش كده، من وانا صغير يعني. الا بالنسبه لي دي يعني، انت هنا اجازه لوحدك يعني؟ يعني اهلك مش معاكي؟ اصل انا ما بشوفش حد معاكي. لا انا اهلي كلهم في امريكا وانا عايشه هنا لوحدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. والله زي ما بقول لك، مره احنا رحنا اسكندريه مع شريف ده، وقال لنا ان انا بمشي وانا نايم، وفضلنا خايفين عليه وقلبنا وقع في رجلينا لحد ما اكتشفنا ان هو كذاب. ده ابن الذين، ده نمره بس دمه خفيف. لا دمه تقيل قوي. انما اقول لي انت ليه يعني ما قلتليش ان علبه البسكويت بتاعتك وسبتني اكل منها كده؟ طب انت كنت فاكره انها بتاعتك، ما قلتيش حاجه يعني. انا كنت مكسوفه بس كنت مفروسه منك، وعماله اقول هو ازاي يعني ما يستاذنيش وياكل من البسكويت بتاعي. ليه انت بخيله؟ ده بسكويت عادي يا. لا مش بخيله، بالعكس. بصراحه ما بحبش حد ياخد مني حاجه غصب عني. انا بصراحه انت صعبت عليا، قلت يعني شكلها جعانه كده وغلبانه ومعاش فلوس وبتستعبط، خليها تستعبط. بس انا غلست عليك في الاخر وخدتها معايا. انت شكلك بجد نمره، انت دمك خفيف زي صاحبك بالظبط. لا صاحبي ايه، ما احنا قلنا دمه تقيل بقى. ايه ده؟ المكان فاضي ومفيش حد موجود غيرنا، الوقت سرعنا خالص. بالعكس، احنا اللي سرعنا احلى 5 ساعات من زمان. جيهان انا ممكن اخد رقم تليفونك ولا ايه؟ شور 012.